السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة طيبة، والبداية بالعناوين. البرهان يشيد بدور الخلاوي والطرق الصوفية في بسط السلم والأمن، ويوسف جاد كريم يدعو لوحدة الصف ونبذ خطاب الكراهية. والي الشمالية يعلن اختطاف المعدنين المفقودين داخل دولة ليبيا، وأبو القاسم بورطوم يلتقي وفد أسر المفقودين. مناوي يقول القوات النظامية مسؤولة عن عدم القيام بحماية المواطنين في دارفور، وحكومة غرب دارفور تؤكد استقرار الأوضاع الأمنية بمحلية كرينيك. أهلا بكم إلى التفاصيل. أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان خلال لقائه بمكتبه أمس الشيخ الفاتح عبد الرحيم البرعي بالدور الذي تطلع به الخلاوي ومشايخ الطرق الصوفية في بسط السلم والأمن المجتمعي. من جانبه أوضح الشيخ الفاتح في تصريح صحفي أن اللقاء تناول مختلف القضايا والتحديات التي تواجه المواطنين في منطقة شمال كردفان، لافتا إلى أن رئيس مجلس السيادة وعد بتوجيه الجهات ذات الصلة بوضع الحلول العاجلة لتلك التحديات. نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا مقابلة السيد الرئيس في أمر هام يهم منطقتنا في شمال كردفان، والحمد لله رب العالمين قد جاوبنا تجاوبا طيبا مبشرا بخير ودعما مباشر لأمرنا الذي جئنا من أجله، وهو توصيل الكهرباء لمنطقة الزريبة ومدام حاج أحمد. الحمد لله رب العالمين قد تم اللقاء بالسيد الرئيس وطرحنا له أمرنا كاملا وشرحنا له حوجة البلد والمنطقة لهذا الأمر الهام الذي يساعد كثيرا من المواطنين في هذه المنطقة الكريمة ذات التي هي غنية بأعز أنواع الزراعة وأعز أنواع الرعي، وهذا الأمر الذي جئنا من أجله بشرنا فيه بخير كبير وتجاوب عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق قادتنا وقواتنا المسلحة لحفظ البلاد من كل شر ومن كل سوء ومن كل مكروه يعيق سير البلاد. دعا عضو مجلس السيادة الانتقالي يوسف جاد كريم كافة مكونات المجتمع والقوى السياسية لنبذ الفرقة والشتات والتشظي وخطاب الكراهية، وذلك بإدارة حوار شامل وجاد دون إقصاء لأحد. وأكد لدى مخاطبته مائدة الإفطار الرمضانية التي أقامها بدار النفط على ضرورة توحيد الجهود والرؤى للخروج الآمن من الأزمة الراهنة. أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي عبد الباقي عبد القادر حرص الحكومة على الاهتمام بتنمية الريف وتوفير الخدمات الضرورية لمواطني ولاية الخرطوم. وأشار عبد القادر خلال مخاطبته حفل إفطار بشرق النيل إلى حرص الحكومة على نهضة وتنمية ولاية الخرطوم وتعزيز التعايش السلمي وتوفير الأمن للمواطنين. أثنت عضو مجلس السيادة الانتقالي سلمى عبد الجبار على القيم العظيمة التي يتحلى بها المجتمع السوداني في مجال التكافل والتعاضد والتسامح، وقالت خلال زيارتها داري رعاية المسنين ببحر والمسنات بالسجانة أن كبار السن شريحة مجتمعية مهمة أدت رسالتها ويجب أن يرد لها الجميل عبر الرعاية وتوفير الحياة الكريمة لها. وأكد سلمى حرص
حرص الحكومة على تقديم الدعم اللازم للدارين وتطوير العمل بهما بما يواكب تسارع الحياة وتطورها. أعلن والي الشمالية المكلف الباقر أحمد عن العثور على مجموعة الشباب المعدنين المفقودين منذ أسابيع مختطفين داخل دولة ليبيا، وأشاد الباقر بجهود القوات الجوية السودانية التي شاركت في عمليات البحث والتمشيط في صحراء الولاية. التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي أبو القاسم برطوم وفد أسر المعدنين المفقودين بمنطقة المثلث بولاية الشمالية والذين تم العثور عليهم داخل الأراضي الليبية، مؤكدا متابعة الدولة لقضيتهم. من جانبه أشاد ممثل أسر المفقودين عادل عمر بمجهودات الحكومة الاتحادية وحكومة الولاية الشمالية والقوات المسلحة بمختلف وحداتها في عمليات البحث عن المفقودين حتى العثور عليهم. وفي شأن منفصل، اطلع برطم على استعدادات وزارة الزراعة والغابات للموسم الصيفي، وأوضح وزير الزراعة والغابات المكلف في تصريح صحفي أن خطة الوزارة تعتمد على زيادة إنتاجية الفدان والانفتاح التام نحو الاستثمار، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لتنفيذ خطة طموحة للموسم الصيفي لهذا العام. اطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي الطاهر حجر على مجمل الأوضاع بولاية شرق دارفور والجهود التي تبذلها حكومة الولاية لتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين. وأوضح والي شرق دارفور المكلف في تصريح صحفي أنه قدم لعضو مجلس السيادة شرحا وافيا لمجمل الأوضاع بالولاية، لا سيما الأوضاع الأمنية، مشيرا إلى حاجة الولاية للتنمية، فيما وعد الطاهر حجر بتقديم الدعم اللازم لمشروعات الولاية. حمل حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي القوات النظامية المسؤولية بعدم القيام بحماية المواطنين في ظل تزايد الاقتتال وحرق القرى بدارفور. وتساءل مناوي عن جدوى وجود قوات الشرطة والجيش والأمن والدعم السري في ظل انعدام الأمن واستمرار القتال بين المواطنين، واصفا ما يجري بالمؤامرة، محذرا في الوقت ذاته من خطورة عدم تنفيذ اتفاق السلام. الأجهزة الأمنية الموجودة، أنا ما بقول لكم ما عندهم قصور، عندهم قصور كبير جدا، لأنه شنو الجهاز الأمني أنت موجود يعني في كم كتيبة، في كم لواء، في كم فرقة كاملة، لكن مدينة هنا محروقة، ده شنو ده؟ ده شنو يعني؟ يعني مجرد أنت دبابير والعكاز وكده يعني؟ شنو يعني؟ ده جهاز أمني ده شنو يعني؟ جيش ده شنو؟ دفاع شعبي ده شنو؟ قال لها بيسموه شنو؟ الشرطة ده شنو؟ الدعم السريع ده شنو؟ اصلا عندهم قصور اكثر من لازم. ادعاء بتاعت انه احنا ما عندنا التعليمات ده ما صح. ما في حاجه اسمها ما عندنا التعليمات. انت من يوم حلفت القسم، انت حلفت القسم لحمايه مواطنين، معناه انت ميشن بتاعتك ده من يوم دقيت كراك ده لغايه ما تمشي تتقاعد ولا يقتلك شهيد ده، اصلا ده مهمة بتاعتك. ما في حاجة اسمها انا ما عندي تعليمات عشان اضرب ده. ده استهبال سايد. ده استهبال سايد. فنحن قعدنا معاهم امس وما زلنا نحن نقعد معاهم. كويس؟ يا هم يكونوا جادين يا نخلي الشغل ده يعني. نتفرج واحد من الاثنين. لكن مثلا يكونوا مواطنين واحدين بقتلوا على البعض وفي المدينة وفي العاصمة الناس بيتحرقوا وبحرقوا المعسكر اصلا ذاته، الناس قبل كده حرقوا وجو قاعدوا في المعسكر بعد ذاك يتحرقوا، فانت بس تكتفي بمجرد كتابه التقرير وارسال الاشاره للقياده بتاعتك ده كلام يا جماعه، والله ده مؤامره، ده كلام ما صح، ده كلام ده مؤامره. واذا مؤامره ده قائمه ما زال في الخرطوم، معناه ان احنا ما زلنا سوار، لسه ما وقعنا اتفاق جوبا. انا نوريكم حاجه واضحه، إذا الكلام ده ماشي بهذه الطريقة أن احنا يعتبرونا ما وقعنا جوبا.
وفي ذات السياق دعا من يهاركم الناوي القبائل المتحاربة إلى وقف القتال والاحتكام إلى لغة الحوار، وأكد من ناوي أن الحركات المسلحة لا تريد الدخول على خط الصراع إلا في إطار الترتيبات الأمنية وفق القانون، مضيفا أنهم لن يتدخلوا إلا في حالة الدفاع عن النفس، مؤكدا أن هناك جهات لم يسمها تسعى إلى تأجيج الصراع بين القبائل والأجهزة الأمنية. تلقى بتاعكم ده وقفوا يا جماعة، تلقى بتاعكم فيما بيناتكم ده وقفوا، ما عندنا لكم حاجة غير كده. صحيح عندنا قوات، يعني هسه مثلا ناس بيشاكلوا هنا ده، أنا هسه قوات اللي هنا ده ذات ممكن نمشي نوقفهم كلها، لكن ما في معنى. بعد شوية بيقولوا حركات المسلحة جو قتلوا فلان وخلوا فلان، وحركات المسلحة عملوا كده، عشان كده احنا قوات مش ما عندنا، عندنا لكن ما دارين نتدخل. دايرين نتدخل في اطار الترتيبات الامنيه، في اطار اصلاح الاجهزه الامنيه كلها. بعد ذاك كان في تدخل، دايرين نتدخل بناء على القانون، لكن حسي الا الدفاع عن نفسنا، لان جماعاتنا ذات الناس الموقعين معانا الاتفاقيه ذاته بيقول لنا حركاتنا. انتوا شفتوا في اللي حصل في الكولجا؟ سمعتوا وشفتوا؟ انا ماشي فاشر التهبوا الكولجا، لكن بعد ذاك الغريبة في الكولجا ده الناس جمعوا الجيش والشرطة والدعم السريع وأدوا وقود، أدوا حاجاتهم كله، قال لهم انتوا امشوا بهنا، مشوا انهم يومين. ناس الحركات قال لهم ده قوة مشتركة، انتوا انتظروا ندوكم حاجاتكم. قعدوهم يومين، جاب لهم الوقود، نادوا الناس من كبكابية من وين من ياتو، قالوا حركات بيجي مضروبكم يا اخوانا، انتوا عملوا كمين في حته كده، عملوا كمين، قالوا لهم خلاص وقت كمين تم، قالوا الحركات خلاص ده وقودكم اتحركوا، مش وقعوا في الكمين مات. بعد الحركات المسلحه والقبائل العربيه، شوف العفانه دي، شفت الكلام ده؟ قالوا الحركات المسلحه والقبائل العربيه. فنحن اخذنا الدرس من درس من ذاك، حتى اولادنا ديل في الشوارع قاعدين يقتلوهم، يعني قواتنا دي عشان السلام ضابطين نفسهم في الشوارع قاعدين بقتلوهم، قاعدين بس حالهم. أكد ممثل والي غرب دارفور محمد زكريا استمرار استقرار الأوضاع الأمنية بمحلية كرينيك والتي شهدت أحداثا دامية راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى. وأوضح زكريا أن لجنة الأمن بالولاية اتخذت جملة من التدابير الأمنية، وذلك بإرسال تعزيزات عسكرية وتحريك قوات لتمشيط الطرق ومحاربة الظواهر السالبة، داعيا الأطراف المتصارعة إلى الاحتكام لصوت العقل. أوضح الأمين السياسي للإخوان المسلمين حسن عبد الحميد أن حزب المؤتمر الشعبي آثر الانسحاب من تحالف التيار الإسلامي العريض لأسباب تخصه على حد تعبيره. وأكد عبد الحميد في تصريح لموقع الطابية الإخباري أن التيار الإسلامي العريض ليس معنيا بتجربة حكومة الإنقاذ وليس امتدادا لها ولا للحركة الإسلامية، بل هو تحالف يضم أحزابا مجموعات إسلامية، مؤكدا أن التحالف جاء نتيجة لحوار هادئ وعميق بين مكوناته امتد طيلة عمر الفترة الانتقالية. نفذت شرطة ولاية الخرطوم عددا من الحملات المنعية بدوائر الاختصاص في محلية أم درمان عبر أقسامها المختلفة، حيث أسفرت الحملة عن القبض على عدد من المتهمين وبحوزتهم معروضات. هذا وقد تمكنت مباحث قسم شرطة أبو سعد وقوة طوفي قسم شرطة الصناعات من ضبط 14 متهما تم تدوين بلاغ في مواجهتهم تحت المادة 69 والمادة 77 من القانون الجنائي. إلى ذلك، أعلنت شرطة ولاية شمال كردفان عن بدئها في تنفيذ خطة تأمينية متكاملة للعشر الأواخر من رمضان والعيد، وذلك بمشاركة 1500 شرطي و40 ضابطا من مختلف الإدارات. وأوضح اللواء شرطة عثمان محمد الحسن مدير شرطة الولاية في تصريح لسونا أن خطة تأمين عطلة العيد
ترتكز على تكثيف الإجراءات المنعية المختلفة، كما تهدف إلى تأمين دور العبادة والأسواق والأحياء السكنية وخطوط المواصلات والمواقع الاستراتيجية. أكدت وزارة التجارة والتموين أن الجهود مبذولة لتنشيط تجارة الحدود مع دول الجوار لتعظيم الفائدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية. وكشف المدير العام للإدارة العامة لتجارة الحدود النعمان عبد الله في تصريح لسونا عن توقيع اتفاقيات لولايات الشمالية وغربي وشمال ووسط دارفور لممارسة تجارة الحدود مع دول الجوار، وأشار إلى تكوين لجنة من الجهات ذات الصلة لمراجعة ضوابط تنفيذ تجارة الحدود بالبلاد. وقف وزير النقل المكلف هشام أبو زيد على كافة المشاكل والعوائق التي تقف دون تقديم خدمة للعابرين بمعبر أرجين الحدودي بالولاية الشمالية. وأكد الوزير أن المعبر يستحق الاهتمام على كافة المستويات لأهميته لولاية الشمالية ولجمهورية السودان بشكل عام، موضحا وضع خطة لمعالجة المعوقات بالمعبر. أكد الأمين العام لحكومة ولاية شمال دارفور الحافظ بخيت اهتمام الحكومة بتوفير مياه الشرب للإنسان والحيوان بجميع أنحاء الولاية. من جهته أوضح المدير العام لوزارة البنية التحتية المهندس عبد الشافع عبد الله أن حفر الآبار يأتي في إطار تنفيذ الخطة الأساسية لقطاع المياه وإصحاح البيئة بالأحياء الطرفية لمدينة الفاشر. أبدت منظمة كوبي الإيطالية التزامها بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للاجئين الإثيوبيين بالقضارف. وأوضح مفوض العون الإنساني بولاية القضارف عبد الكفيل العدناني في تصريح لسونا استعداد المنظمة لتوفير المعينات العاجلة لتفادي تكرار أحداث العام الماضي. نهاية النشر، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. البرهان يشيد بدور الخلاوي والطرق الصوفية في بسط السلم والأمن. ويوسف جاد كريم يدعو لوحدة الصف ونبذ خطاب الكراهية. والي الشمالية يعلن اختطاف المعدنين المفقودين داخل دولة ليبيا. وأبو القاسم بورطوم يلتقي وفد أسر المفقودين. مناوي يقول القوات النظامية مسؤولة عن عدم القيام بحماية المواطنين في دارفور. وحكومة غرب دارفور تؤكد استقرار الأوضاع الأمنية بمحلية كرينيكا. شكرا لطيب المتابعة، نترككم الآن مع جولة الصحافة وأحوال الطقس وأسعار العملات. إلى اللقاء.